السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي طلاب الصف الرابع، معكم معلمة اللغة الإنجليزية المعلمة هراء عقل، وهذا هو الدرس الثالث ضمن سلسلة برنامج التعليم عن بعد المؤقت. Now to our workbook كتاب التمارين. So open your workbooks on page 29 and read with me. Look, our lesson today is about the tiger. Who is the tiger? من هو حيوان التايجر؟ The tiger is النمر. The tiger هو حيوان النمر. Okay, now this is the text. هذا هو النص، لكن أنا حقلب لكم على الصفحة اللي بعدها. افتحوا كتبكم معي on page 29. أنا حقلب على صفحة الفوكابز. كتير عندي مفردات مهمة بهذا الدرس، وكتير حتى صعبة مفرداته، ما لا سهلة أبدا. خليكم معي، أنتوا تابعوا معي تماما. الكتاب بإيدك، أنا عم بقرأ وحشير للمفردات مثل العادة. حأرجع عدلك بقرأ لك الدرس مرة تانية. Okay, now the tiger is the largest and strongest. The tiger حيوان النمر is the largest الأكبر and the strongest الأقوى. حيوان النمر هو الحيوان الأكبر والأقوى من بين أي حيوانات، يصنف ضمن حيوانات القطط عم يقولولنا. And strongest of the big wild cats من القطط البرية الكبيرة. So إذا يصنف النمر الأكبر والأقوى من القطط البرية. Wild cats. Now, which also include the lion. أيضا فيها ليون، الأسد، شتة، الفهد. It has beautiful fur. طيب شو مميزات هاي الحيوانات؟ عم يقولون it has beautiful fur. Fur يعني جلد. With light and dark stripes. هنشوف شو هو. عندي صورة للنمر، هعطيكم صورة للنمر بس لحتى نقدر نعرف شو هو نوع الجلد يلي عم يحكوا عنه. اوكي، now this is the tiger. Look at its fur. على جلد النمر. Look at its fur. خلينا نشوف الجلد. It has stripes. شو في خطوط. It has stripes. هو جلده مخطط، في خطوط. Stripes. Dark and light. Dark means غامق. Dark and light وفاتح. Dark and light. So this is the tiger. Look at it. It is really like cats. Yes. Okay, now back to our vocabs. Now, back to our vocabs. وقفي تصوير. شو عم ترجع المفردات؟ ما بعرف شو طلعت. هلا وقفتي. Now back to our vocabs. So tigers have striped. إلنا stripes عنا أقلام. Yes, dark and light. هيك هو الجلد تبعه، في مخطط أقلام مخططة غامقة وفاتحة. Dark and light. In nature بالطبيعة. In nature these light and dark stripes act as camouflage. طيب كيف بيقدر يستغلهم النمر
هدول الاسترايبس هدون الخطوط النيتشر بالطبيعة they act as camouflage بيقدر يستخدمهم للتمويه camouflage it's very important word camouflage they help hide the tiger from other animals بيساعدوا النمر انه يختبئ او يبتعد عن الحيوان يلي بده يفترسه So they help hide the tiger from other animals. The tiger lives in different environments. Now, tigers live in different environments. يعيش النمر في بيئات مختلفة. In different environments. So environment means بيئة. In different environments such as humid بيئات رطبة or such as humid or Jungles. Jungles means غابات. الغابات الرطبة ممكن أنه يعيش بهذا المكان. Humid jungles and cold rocky forests. أيضا ممكن أن يعيش in cold في الغابات. Forests the same meaning as jungle. يعني forests غابات. Yes. بيعيش إذن بالأجواء بالغابات الهيوميد الرطبة and cold وبالغابات الباردة The tiger's body is small and thin عم يقولولنا جسم النمر is small صغير and thin and is suitable for jungle life مناسب جدا لمعيشة الأدغال It can easily squeeze its body between bushes and trees. شو بيساعده هالشي؟ بما انه جسمه صغير it can easily squeeze بيقدر يضغط جسمه between the bushes بين اغصان الاشجار and the trees and it can quickly move without making a noise وبيقدر يتحرك بسرعة بدون ما يحدث ضجيج طيب هدول القصص بشو بيفيدوا انه جسمه صغير مناسب للمعيشة بالأدغال it can squeeze its body between bushes and it can move quickly without making a noise بشو بيفيدوا هالشي بيقدر يبتعد عن الحيوانات الأقوى منه يلي بدها تفترسه بيقدر he can protect itself بيقدر يحمي حاله اوكي it hunts alone at night بيصيد لحاله مساء بيطلع مساء يقوم بعملية الصيد attacking many kinds of animal مهاجما او يهاجم العديد من انواع الحيوانات many kinds of animals a tiger kills about 30 prey a year a tiger النمر الواحد can kill بيقدر يقتل 30 فريسة prey فريسة أير بالسنة الوحدة بيقدر يفترس 30 prey 30 فريسة as a rule كقاعدة the tiger does not attack humans ما بيهاجم الإنسان النمر ما بيهاجم الإنسان but it will do so if it's wounded or angry ولكن ممكن انه يهاجم الانسان بحالات كتير محددة if it was angry اذا كان غاضب or it was wounded او كان جريح so this is the headlines of the tiger هاي هي الخطوط العريضة يلي بنقدر نقول انه وصفنا حيوان التايجر now back to our text I will read it for you again. هقرأ لكم يا مرة تانية. Our text. I will read it again. Okay. Now, the tiger. The tiger is the largest and strongest of the big wild cats, which also include the lion, leopard, and cheetah. It has beautiful fur with light and dark stripes. In nature, these light and dark stripes act as camouflage. They help hide the tiger from other animals. The tiger lives in
different environments such as humid jungles and cold rocky forests. The tiger's body is small and thin and is suitable for jungle life. It can easily squeeze its body between bushes and trees, and it can quickly move without making noise. It hunts alone at night, attacking many kinds of animals. A tiger kills about 30 prey a year. As a rule, the tiger does not attack humans, but it will do so if it's wounded or angry. Okay, now to the questions of the lesson. هلا هنشوف الأسئلة المطلوب منا إنه نجاوب عليها بهذا الدرس. The first question is, now find words in the text that mean the opposite of those below. بدنا نلاقي من النص from the text itself, من النص ذاته بدنا نستخرج find words in the text that mean the opposite, معنى عكسي, عكس المعنى of those below. Weakest, الأضعف. Weakest, الأضعف. Smallest, الأصغر. Quiet, calm, هادئ. طبعا مرقت معنى العكوس. Weakest, who can remember? Weakest is largest, الأكبر, الأضخم. Largest. Weakest, strongest, sorry. الأضعف, strongest. الأضعف, الأقوى, strongest. Smallest, الأصغر, largest, الأضخم, الأكبر. Now, quiet or calm, the opposite of them is noise, ضجيج. Calm, quiet, هادئ. Noise, ضجيج. Now, the second question. Answer these questions. Answer these questions. How does a tiger's body shape help it in the jungle? How does a tiger's body shape? شكل جسم, جسم النمر. كيف يساعد شكل جسم النمر؟ كيف يساعده في الأدغال؟ كيف يساعده؟ نحن قلنا إنه جسمه صغير بيقدر يضغطه بين الأغصان والأشجار حتى يخبي حاله من الحيوان اللي بده يفترسه. Now, how many animals does a tiger eat every year? How many animals؟ إن كم عدد الحيوانات التي يفترسها النمر every year في السنة الواحدة؟ Why have tigers become rare? Rare, نادر. Why have tigers become rare. لماذا أصبحت النمور نادرة in the world? Now to the answers. هنشوف الإجابات. So, the tiger's body, قلنا أنه جسم النمر, the tiger's body is small and thin and is suitable for jungle life. إذا هو شو الفائدة؟ أنه small and thin. بهالطريقة بيقدر يتأقلم مع طبيعة الغابات. Now, how many كم فريسة بيفترس بالسنة؟ A tiger kills about 30 prey a year. A tiger, النمر, بيصطاد أو بيقتل about 30 prey, فريسة, a year. Okay. Why tigers become rare? ليش أصبحت النمور نادرة؟ Because people, هاي معلومة طبعا ما إلى علاقة بالنص. People hunt them to take their fur. تفترسهم الناس. Why? Why people hunt them? الناس بتصطادهم. Why? To take their fur. حتى يستفيدوا من جلدهم, من جلد النمر. Okay, now. Now to the third question now. Turn your page on 30. هلا نحن صرنا بصفحة 30. Now, compare zebras and
the tigers. Now compare. هلا جبت لكم انا هون صورتين. This is the zebra. هذا هو حمار الوحش. And this is the tiger. Now compare and contrast. بدنا نعمل بيناتهم comparison مقارنة. What are the similarities? شو هي نقاط التشابه؟ طالبين منا three similarities. طبعا هدول ما لهم واردين بالنص. Three similarities between zebras and tigers. Three similarities. What are they? في عنا طبعا شيء منظور. شايفين نحن انه فيور بالنسبة لهم الاثنين الجلد تقريبا متشابه. وعنا طبعا تشابهات تانية. بنشوف هلا الاختلافات. Now to the okay. Now write three similarities between tigers and zebras. We want to write three similarities. ثلاث نقاط تشابه. Similarities and one difference. واختلاف واحد. Now yes, now to the answers. We can say that the similarities between zebras and tigers, مثل ما قلت لكم معلومات ما لها من الكتاب. Both of them have striped fur. اثنيناتهم both of them كلاهما have striped fur. إلهم جسم مخطط. Another similarity is both of them have the same speed. إلهم نفس السرعة تقريبا. سرعتهم كتير عالية بالجري. Both of them have the same speed. Also both of them are mammals. Do you remember this word? Mammals. ثدييات. Both of them are mammals. Now these are three similarities. Now to the difference. Now one difference only. بدنا نطلع اختلاف واحد between them. Now tigers eat meats. تعد النمور من الحيوانات اللاحمة. Eat meats. تأكل اللحوم. While zebras eat grass. بينما تأكل حيوانات الزيبراز eat grass. تأكل العشب. إذن tigers eat meats. Tigers هي حيوانات لاحمة. While zebras eat grass. حيوانات عاشبة. Now to the last exercise. للتمرين الأخير عندي. Now fill in the blanks with words from the word bank. عندي الكلمات pre. We know that it means فريسة. Wild بري. Stripes خطوط. Fur جلد. Extinct مرقت معنا هاي الكلمة. منقرض مرقت معنا طبعا مو بهذا الدرس من قبل. Extinct منقرض. Ride يقود. Hunt يصيد. Okay, tigers, leopards, and cheetahs. Okay, tigers, leopards, and cheetahs are big wild cats that hunt other species. Hunt other species. تصطاد الحيوان الأنواع الأخرى. Tigers and cheetahs. النمور والفهود are big wild cats. حيوانات قطط برية كبيرة. That hunt. تصطاد other species. أنواع أخرى. Now leopards and cheetahs have spots on their fur. عم يقول لك leopard and cheetahs الفهود have spots إلى بقع on their fur. But tigers have stripes. ولكن النمور ماذا لديها؟ Stripes. خطوط. Snow leopard nearly became extinct. هذا الحيوان حيوان ثلجي nearly became extinct. منقرض. Because humans used to kill them. لأنه يعني الناس اعتادت used to kill them. اعتادت انه تقتله. It's much easier to prey a horse than a tiger.
It's much easier. من الأسهل أن تصطاد a horse, أن تصطاد حصان, than a tiger. من الأسهل أن تصطاد حصان من أن تصطاد نمر. So this is the end of our exercises. هاي هي نهاية التمارين عنا. It's not an easy lesson. ما ندرس سهل أبدا. You must study it. You must rewrite the exercises. بتكون ترجعوا تعيدوا كتابة التمارين. You must rewrite them. I will طبعا هقوم بإجراء اتصال هاتفي معكم. هيك هسمعوا أنا هذا الدرس. هاتصل معكم باتصال هاتفي طبعا كاميرا. هسمعوا كل التمارين لازم إنه تتسمع. طبعا لو كنا نحن عم نداوم حضوري كنا من نقدر نعمل وظائف عليه أكثر أو هيك. ولكن هلأ مطلوب منكم إنكم تحفظوه as it is. Okay, good luck and goodbye.